استعان، اللهم استغاث، اللهم استعان، اللهم استغاث، اللهم استعان، اللهم استغاث. انتو شايفين هون ولا انا مش شايفهم؟ هون في اثر، اثر كانت كباية هون موجودة، اللهم استعان. وشلناها، مرات الاثر بضل، مرات الاثر بيروح. على كل، انت تريد، انا اريد، والله يفعل ما يشاءكم اريد. انت تظن تعرف حقيقة، انا اظن اعرف حقيقة، والحقيقة عند ربنا. أكبر نجاح اللي بيوصل لكل أنواع النجاح، اللي هو بيشمل النجاح العمراني، النجاح المعنوي، النجاح الثقافي، النجاح الاجتماعي، النجاح العلمي، النجاح العملي، النجاح الإيماني، النجاح الأخلاقي، اللي هو دول خلاصة النجاح. إذا ما وصلناهم على الفاضي، أكيد بدنا نوصل كل أنواع النجاح. ونسمع آراء الناس. أنت تريد، أنا أريد، والله يفعل ما شاءكم أريد. نحترم بعض مع احترام ال اختلاف وجهة النظر. اليوم هو كيف ظهر الله بمحمد، يعني كيف الله ظهر بالشخصية المحمدية. الحلقة هاي بدها شرح كتير، وهي الحلقة مو للعقول البسيطة، العقول التابعة لأصحاب اللحى والخروق. لا، هي الحلقة يلي بده يفكر، يلي بده يتدبر الأمور، يلي بده يعقل الأشياء، يلي بده يبحث ويفكر. هي حلقة قوية لأنه صراحة، وقد ما شرحنا فيها الحلقة هي حتكون طويلة كتير، فيمكن تكون الحلقة جزء أول، جزء ثاني، يمكن نعمل له جزء ثالث، لأن هي عم نحكي إحنا من هو الله وكيف ظهر الله بمحمد. يعني الله ظهر بسيدي محمد كما ظهر بسيد المسيح وسيدنا موسى إلى آخره. هلأ قبل ما نفوت بالحلقة بدنا نعرف من هو الله، بدنا نعرف الله من هو الله. هلأ عند العامة، عند عامة البشر، عاملين للإله إنه هو في السماء. طب شو هي السماء؟ ما بيعرفوها. هلا بيقولوا عنا هي سماء الطيور وسماء الغيوم وسماء القمر وسماء النجم وسماء الكواكب. هي علاقة فاضية، هي علاقة فاضية. يعني هذول تسميات هيك من عندهم، يعني هو السماء الزرقاء وسماء هذول شغلات، يعني اتركونا منه. اما بنحكي احنا عن السماء، اول شيء ما بيعرفوا السماء، بيقول الله في السماء. طب يا اخي عرف على السماء اول بعدين بعرف الله. على كل حال، الاله يلي بيحكوا عنه الناس هذا اله مشخص، اله مشخص يعني مشخصينه بعقوله، لان العقل مربوط بالدماغ، هي ركزوا عليها، والدماغ مربوط بالحواس الخمسة، والحواس الخمسة مربوطة بالمادة. غير مادة ما بنعرف شيء احنا. فإذا حواسنا مربوطة بالمادة والدماغ مربوط بالحواس، فإذا مربوط بالمادة، والعقل مربوط بالدماغ، فإذا العقل بالمادة مربوط. فإذا تخيلاتنا للإله مادة، هذا بيحكي عن الإله، هو مثل النور، مثل كلها أشياء مادية انتوا عم تحكوا فيها، والله منزه. هلا هنحكي عن هذا التنزيه. فإذا كلياته مادة. هلا بيجوا الناس بيحكوكم عن صفات الله، بيقول لكم لما تسأل واحد من هو الله؟ حيلك هو الرحمن والخالق والبارئ والمصور والقاهر والمميت والحي. هي كلها صفات، هي كلها صفات، واحنا بنتحلى فيها، والرسل بتتحلى فيها. الرسل احنا بنتحلى فيها بنسب معينة حسب ايماننا. الرسل بيكون متحلين فيها مطلقة، ما في نسب، مطلقة بتكون. فاذا الاله يلي احتوا بتحكوا عنه هذا اله وهمي مشخص انتوا اخترعتوه براسكم، هذا اختراع، لان يعني الغيب المنيع هو طبعا غيب. غيب عن شو؟
عن المعرفة العقلية والنفسية والروحية غيب غيب خلاص انتهينا منه، ومنيع منيع عن حواسنا الخمسة ان نعرفه. هذا ما دخلنا فيه، هذا بيكون الذاتية والكينونة والصيرورة والكن الإلهي. هذا ما في حدا بيدركه نهائيا. هذا الشيء اللي انا حكيت عنه منزه عن الهبوط والصعود والدخول والخروج والظهور، ومنزه منزه منزه نهائيا. طب بس هذا الشيء اللي انا حكيت عنه بده يخاطبنا، بده يحكي معنا، بدنا نشوفه ونعرفه. شلون يعني انت منزه؟ فاذا بنعرف الله عن طريق الرسل. وهلا شو هي موضوع على فكره كثير شائقه، كنت ركزوا عليه. لان الله اللي بيحكوا عنه رجال الدين والكنسيين، يعني هذا حاجمعهم كلياتهم ضمن كلمه رجال الدين، بيحكوا عنه رجال الدين. هو الله مزيف ومصطنع، يعني سعركم سعر اللي بيعبدوا الاصنام زلفى الى الله، نفس الشيء ما بتختلفوا عنه شيء. هذا الصنم مجسم للعين واللمس، ولكن بتعملوا صنم مجسم بالعقول وبتعملوه هذا هو الله. يعني يلي بيعبد الصنم لسه اشرف منكم واطهر منكم، بيعرفوا انه هذا مو الله، ولكن هذا يقربنا الى الله. ولكن انتم صنعتوا اله براسكم بعقلكم بخيالكم مادي، لان مثل ما قلنا الحواس لا تخرج عن المادة.